برعاية وحضور معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، نظمت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية الملتقى الأسري الثالث المنعقد تحت عنوان الابتكار في حل الخلافات الأسرية بحضور الموظفين المختصين وطلبة وأكاديميين، وذلك في مقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة. لأسرة مترابطة ومتحابة بعيدة عن المنغصات الأسرية، انطلقت فعالية الملتقى الأسري الثالث بحضور معالي عبد الله بن عواد النعيمي رئيس مجلس القضاء الاتحادي وزير العدل تحت شعار الابتكار في حل الخلافات الأسرية، بهدف إيجاد حلول ذكية تساهم في حل الخلافات بين أفراد الأسرة، وابتكار أساليب حديثة في تربية أبناء أسوياء، وصولاً إلى مجتمع سليم، وهو ما دارت حوله جلسات الملتقى. وفيها أكد المشاركون على أن الوصول لمجتمع سليم لا يكتمل دون تضافر الجهود. يعتبر من أفضل الملتقيات ومن أهم الملتقيات اللي لابد نسلط الضوء عليها بشكل اختصاصي أكثر، وبشكل فعلا يتناول هذا المحور من شتى جوانبه، وذلك فعلا لخلق أساس لبنة المجتمع وفعلا للنهوض هذا المجتمع لوصول التنمية الشاملة. اليوم نحن بحاجة إلى تنويع في حل هذه الخلافات الأسرية، وإلى أيضا الابتكار في حل هذه الخلافات الأسرية. الجيل هذا بحاجة إلى التنويع وإلى الابتكار، وما في شيء اسمه مستحيل. ونحن الآن طبعا في هذا الشهر شهر الابتكار، فسلطنا الضوء في عمل هذا الملتقى الأسري في شهر الابتكار حتى نبين أهمية الابتكار. الملتقى الذي حضره سعادة منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة اللواء سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين. تناول كذلك عددا من المحاور المهمة التي بدورها تساهم في إيجاد حلول مبتكرة في حل النزاعات الأسرية المختلفة بطريقة ذكية، وذلك من خلال عدة محاور من بينها تحديات الثقافة الدخيلة على الأسرة والاستراتيجيات الحديثة للشرطة المجتمعية في حل الخلافات الأسرية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثاره على المجتمع وبرمجة الحياة الأسرية. إذن الملتقى الأسري الثالث هو دعوة لأهمية الحفاظ على الأسرة وإيجاد حلول ذكية ومبتكرة لحل الخلاف بين الطرفين. لأخبار الدار، فايزة الضنحاني، الشارقة.